القتال مع 75 كيلو جرام رجال وزن 75 كيلو جرام رافائيل أجايف. ده راجل بقى يعني خطير جدا جدا، بطل عالم لسنين طويلة، وبقى ايدين ورجلين يعني مش بيخلي اللي قدامه يتنفس. هنشوف هيعمل ايه في النهاية. حط نظام عليه بالحزام الازرق رافائيل أجايف، وزن 75 كيلو جرام من أذربيجان، ومعاه اللاعب الإيراني بهمن أصغر بالحزام الأحمر، برضو الفريق الإيراني اللي باع طويل في الكاراتيه خاصة الكوميتيه. هنشوف رافائيل أجايف بطل عالم بالحزام الأزرق. يلا رافائيل نشوف، سريع جدا تحركات. طبعا احنا قلنا زمن مباراة الرجال 3 دقايق. رافائيل يتحرك ومع أصغر، يلا يا أصغر هتعمل ايه مع جايب؟ قلنا جايب من أذربيجان مع اللاعب الإيراني أصغر. تحركات لسه، هو جايب بيهجم يعني سريع جدا في الهجوم. طبعا القانون أتاح انه يمسك بإيد واحدة ويضرب بالتانية، لو مسك بدون ما يضرب مفيش حاجة. هنشوف هل في ضرب خطأ، هل في حاجة، هل في ممثل في ضرب قوي من أجايف، هياخد عليه تحذير من الفئة الأولى من الإنذارات. اتحرك طلع عم أجايف، 3 دقايق عايزين نتفرج. تحركات برضو اللاعب الإيراني وصل للنهاية، يعني لاعب لا يستهان به على الإطلاق. الحكم قال يمين، قال شمال، الناس مع بعضها ولا فيها دلوقتي. طبعا لازم يستعدل الملابس. اصغر، يلا اصغر هنا، ده رافائيل أجايف بطل عالم في وزن 75 كيلو جرام، عنده ميداليات كتيره ذهبيه من بطولات العالم. تحرك، طبعا في فرق طول ما بينه وما بين الايراني اصغر. المباراة هتولع دلوقتي، 1-0 لأصغر. المباراة هتولع، هتسكت يا جايف ولا هتعمل ايه؟ 1-0. مستعمل ايديه ورجليه وكل حاجة. قلنا الراجل ده ما راح هتسخن. ادي 3 نقط يا جايف، 3-1 اتقلبت النتيجة. يلا أصغر حاول حاول. جايب لا سهل، ايدين ورجلين وكل حاجه، ما تعرفش هيعمل ايه. اصغر لازم يهجم، طبعا اصغر عايز يهجم لكن خايف برضه يصطاده. هنا الحكم وقف المباراه، في ماسك من اصغر بايدين الاثنين، اي ماسك بالايدين الاثنين للملابس على طول انذار. تحرك، مديله فرصة. طبعا أجايف بيتحرك في الأركان وبعدين بيراوغ بشكل ممتاز جدا، عنده يعني رجليه بيتحرك في الملعب بشكل رائع، بيهجم على طول. تسرح خلاص، تسرح مع أجايف الله يرحمك. أجايف دلوقتي هياخد النقطة الرابعة، 4-1، مفيش حاجة، 47 ثانية لسه في المباراة وكل شيء وارد. ضربة رجل واحدة بثلاثة، إذا ضرب رجل أصغر ضرب رجل
فرص عجائب ولا حاجة، إذا جابها يعني ربنا يكرمه هيبقى هياخد 3 نقاط ويتعادل، أكتر من كده مش هيقدر على اللعب يعني، أو يطيح بيه أرضا يعني، وده مع عجائب عملها صعبة جدا. أصغر لازم استعمل رجليه في الأمتار الأخيرة 22 ثانية واللعب شغال، يلا أصغر حاول عجائب مش هيديله فرصة. أي ماسك باليدين على طول توقف في المباراة وإنذار، أي ماسك باليدين الاتنين، ولازم لما تمسك بإيد واحدة لازم تضرب، إذا ما ضربتش تاخد إنذار. ده عجائب ده حكاية، على طول مفيش إنذار، تمسك على طول، قانون بيقول كده. يلا عجائب اتحرك، يلا عجائب، حلوة حلوة، بس في حاجة؟ لا مفيش حاجة، بس حلو أهو بيحاول ضربة موفقة، بيحاول. هنا جايب طبعا مسك، لقيه مكارة عايز يمسك، عايز يضيع وقت ويدور يخرب اللعب، بقى 4 ثواني 4-1، ملوش حل إلا رجل، ملوش حل إلا رجل. مدرب إيران شهرام هارفي، هل في احتجاج؟ لا مفيش أي حاجة، رجع تاني 4-1 النتيجة، باقي ثانية، خلص التايم، خلص الوقت خلاص، وغير أجاير ميدالية ذهبية زي ما توقعنا، ملوش حل، ملوش حل. عجائب وزن 75 كيلو جرام، يا سلام يا سلام على الأخلاق، يا سلام على أخلاقك، يا سلام يا سلام، برافو برافو. انتهت المباراة بفوز الأذربيجاني رافائيل عجائب بالميدالية الذهبية، والإيراني أصغر بالميدالية الفضية. ألف مبروك لرافائيل، ومعلش حظ أوفر ليك يا أصغر. الجمهور جدا متعاطف معاه، كان في قعد السنوات، كان في 2012 شوية مستواه قل، لكن الجمهور بيحبه، الجمهور بيحبه، مشهور جدا، الجمهور بيحبه، بيعرف في